العقيدة الإسلامية التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. عقيدة معناها ما يصدقه العبد ويدين به، فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة صحيحة سليمة، تحصل بها النجاة من عذاب الله والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة منحرفة توجب لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة.